questions using W H questions. okay, يعني هلا بدنا نتكلم عن كيف تكوين الأسئلة W H questions بالماضي. أول شيء رح نتعلم أدوات السؤال. هو تستخدم السؤال عن عاقل، دائما شخص بيكون. وير بمعنى أين، السؤال عن مكان. وين السؤال عن وقت، يعني متى. وات ماذا، احفظوهم please my dear student. هو وير وين وات. W H question في الماضي أول شيء بتحط W H question، يعني واحدة من these words. okay, after that the auxiliary verb did. دائما بعد did the verb must be infinitive، لازم يكون مجرد، تكمل في الجملة، وآخر شيء علامة السؤال. هاي طريقة السؤال في شيء في الماضي باستخدام ال W H question. دائما الجواب بده يكون subject، بعدين التصريف الثاني للفعل، بعدين ال complement. So subject plus verb D or verb 2. verb 2 هذا إذا كان irregular. Who did you visit yesterday؟ هذا السؤال من ذول، إذا بده يكون إيجابي في اسم شخص. I visited my، sorry هون في خطأ، كان لازم يكون why، يعني بدل ال you why. I visited my sister yesterday. دائما الإجابة، لأنه في عنا السؤال did، معناته الإجابة بتكون في الماضي. رح تحكي لي ليش هون الفعل visit مش بالماضي، لأنه did دائما وراها الفعل مجرد infinitive ما إلى إضافة. لكن في الإجابة هو did you، you بتصير I أو شيء فاعل، بعدين الفعل في التصريف الثاني وتكملة الجملة. وشوف كيف يستخدم بالماضي، لأنه where did Ali go on holiday، أين ذهب في العطلة. Ali went، الفعل go التصريف الثاني لإله went. Ali go، Ali went to Airbnb on holiday. When did they have a science lesson، when يعني متى. Did they have، السؤال إجابة بتصير they had، التصريف الثاني ل have had. They had a science lesson yesterday. هذه هي طريقة استخدام ال WH question. دائما تضع WH question وراء auxiliary verb did، وبعد ال did الفعل مجرد. وفي الإجابة تبدأ الإجابة بال subject الفاعل، بعدين الفعل بتحطه بالتصريف الثاني وبتكمل الجملة عادية. اللي بدي إياك تعرفه في آخر سؤال، they have. Have هو التصريف الأول have، بس التصريف الثاني تاعه had. ف they had للماضي، برجع بأكد إنه للماضي. Okay my dear student, thank you for your listening.